مشاهدينا خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار اللي موجودة معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم بدولة الكويت العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمتي ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان. والتقى سيادة الرئيس بأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الجديد، معربا عن خالص التمنيات لسموه بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء البلاد. داخليا عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع من اجل متابعه الموقف التنفيذي لمشروع حمايه شواطئ مدينه الاسكندريه وتوسعه الكورنيش. ايضا تابع رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اخر اعمال التشغيل والصيانه لمباني الحي الحكومي في العاصمه الاداريه الجديده. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها أنه قدم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدولة الكويت العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان. والتقى الرئيس بأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الجديد، معرباً عن خالص التمنيات لسموه بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد. امبارح تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى جمهورية مصر العربية، ورحب الرئيس بالسفراء الجدد وأعرب عن التمنيات ليهم بالتوفيق في أداء مهمهم، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية واستمرار وتيرة التنسيق والتشاور القائم بين مصر ودولهم حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بشأن متابعة الموقف التنفيذي لمشروع حماية شواطئ مدينة الإسكندرية وتوسعة الكورنيش. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هناك اهتمام بأعمال حماية شواطئ الإسكندرية وتوسعة الكورنيش، وهناك إجراءات عاجلة لحماية الكورنيش، مؤكداً في الوقت نفسه أن استعادة شواطئ المدينة تحظى بأولوية قصوى. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي بعد تشغيلها، وأكد مدبولي أنها تكون هناك متابعة دورية لهذا الملف لضمان استدامة كفاءة المباني، الوزارات. وشهد الاجتماع عرض مفصل بشأن مراحل تسليم المباني الحكومية المختلفة وخطط التشغيل والصيانة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة عدد من الملفات المهمة تتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين والاستفادة من الرمال البيضاء. ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد حصر شامل لإجمالي قطع الأراضي الصناعية اللي تم تخصيصها في الفترة الماضية، وموقف كل قطعة ونسب الإنجاز، وما تم بشأن الأراضي اللي تم تخصيصها ولم يشرع المستثمر في البناء. كما وجه بعرض مخططات التوسع في الأراضي الصناعية خاصة في مدن السادات وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة وغيرها. وأكد أن الدولة اعتمدت تيسيرات ومحفزات كثيرة للمستثمرين الصناعيين، لكن في الوقت نفسه بتتابع موقف كل قطعة أرض تم تخصيصها حتى نضمن سرعة تنميتها من المستثمر الصناعي اللي حصل عليها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية. وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة بأهمية العمل على تعزيز أوجه التواجد المصري في إفريقيا ودعم مختلف أطر التعاون بدول القارة في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعزز من أواصر العلاقات. بالنسبة لأخبار المحافظات، في الدقهلية تم مناظرة 3290 حالة ضمن مبادرة التشخيص عن بعد. أما في الأقصر فقد تم إطلاق 60 رحلة بالون طائر على متنها حوالي 1200 سائح من مختلف الجنسيات. نروح القليوبية والإعلان عن عقد مزايدة علنية لتأجير 25 عربة طعام بكورنيش النيل، وفي المنيا تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1827 مواطن خلال قافلة طبية. خلينا نتابع تفاصيل أكتر عن المحافظات في سياق التقرير اللي جاي.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة إن فريق عمل المبادرة الرئاسية التشخيص عن بعد قام بمناظرة 3290 حالة خلال نوفمبر الماضي، واللي بتستهدف تشخيص الحالات المرضية المختلفة وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بعد على النحو اللي بيكفل وصول الخدمة للمناطق النائية. في بني سويف أعلنت مديرية العمل عن توافر 70 فرصة عمل بأحد مصانع الملابس بالمنطقة الصناعية بياض العرب شرق النيل، وأعلنت مديرية العمل عن توافر 30 فرصة عمل مراقبين جودة، ويشترط الحصول على مؤهل عالي ولا يشترط الخبرة. ده بالإضافة لتوافر 30 فرصة لعمال إنتاج خياطة من الجنسين و10 فرص عمل في وظيفة عمال تعبئة من الجنسين بدون خبرة. في البحيرة شهدت المحافظة تنفيذ عدة مشروعات قومية في مجال الإسكان الاجتماعي اللي بيتماشى مع احتياجات المواطنين خاصة الشباب والمقبلين على الزواج. وتضمنت خطة الدولة في قطاع الإسكان بالبحيرة تنفيذ 9306 مشروع جديد خلال السنوات الماضية بتكلفة 141 مليار و300 مليون جنيه، وبلغ عدد المشروعات اللي تم الانتهاء منها في قطاع الإسكان 6768 مشروع بتكلفة إجمالية 78 مليار و600 مليون جنيه، وجاري العمل ب 2538 مشروع بتكلفة بلغت 62 مليار و700 مليون جنيه. في الأقصر تم انطلاق 60 رحلة من رحلات البالون الطائر على متنها 1200 سائح من مختلف الجنسيات وسط استعدادات أمنية مشددة، وتمت الرحلات بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع. في الأليوبية أعلنت المحافظة عن موعد انعقاد المزايدة العلنية لتأجير 25 عربة طعام متنقلة للمأكولات والمشروبات على كورنيش النيل بالبر الشرقي للرياح التوفيقي الطريق الحر ببنها المنصورة الجديدة، وده يوم الأربع الموافق 3 يناير 2024 بديوان عام المحافظة. في المنيا بتنفذ مديرية الصحة سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، وأسفرت نتائج القافلة الطبية بقرية منشأة الذهب التابعة لمركز المنيا عن توقيع الكشف على 1827 حالة وصرف العلاج بالمجان.